مجموعة رقم واحد، برافو. صار تقليد سنوي عم تعمل البلدية بتعزيز ثقافة استخدام وسائل مواصلات غير عن السيارة الكلاسيكية، مستعمل السيارة. فبالتالي عم نشوف اليوم عنا بالمسار الرياضي، ارتقينا انه يكون المحل مكان امن بيوم جمعة، تكون العائلة كلها موجودة، ونعزز ثقافة استخدام البسكليت. بنقول كار فري داي، الفكرة انه يوم ما نستعملش فيه السيارة، يوم واحد. كثير مهم انه يكون في عندنا مسارات مختلفه، وانه يكون يعني ثقافه انه الواحد يكون على البسكليت منتشره بكل محل، ومفيد للناس انه يكون في اماكن مختلفه لعمل هذه المسارات، وانه نكون جزء من ثقافه على البسكليت ونقلل من استخدامنا للسيارات، واللي ممكن تاثر على البيئه وبنفس الوقت بتخلينا تعمل ازدحام بالشوارع.